السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أحبابي وأصحابي ومتابعين قناتي على اليوتيوب. أنا أخوكم عماد زيد. هذا الفيديو يا جماعة الخير أنا عملته عشان أقولكم إنه أنا يعني يمكن يكون هذا آخر فيديو إلي على اليوتيوب، وذلك لأسباب خمسة حبيت اني اطلع واحكي لكم اياهن، لاني انا بصراحة يعني تعبت كثير من الحياة، من اليوتيوب، من مشاكل الدنيا، وخاصة المشاكل الموجودة في فلسطين. فبحب احكي انه عندي خمس اسباب جعلتني يعني افكر مليا اني اترك اليوتيوب. السبب الرابع راح يكون يعني صعب كثير كثير، فما تدشوا الفيديو في أوله وتتركوه عشان تسمعوا أخوكم عماد زيد شو بيحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أولا الحمد لله رب العالمين على كل حال من الأحوال. طبعا راح نخش في الموضوع مباشرة، أخوكم عماد زيد معكم، يعني ممكن يكون هذا آخر فيديو إلي على اليوتيوب بصراحة. والسبب الأول عشان أنا ما أطول عليكم كثير، طبعا مشاكل اليوتيوب كثيرة، أنا زهقت كثير كثير من الخلافات اللي بتصير في اليوتيوب وخاصة في الحفلات. أولا، ثانيا نقص المشتركين، نقص المشاهدات، ونقص اللايكات، ونقص وبتتعب في الفيديوهات، وبتعمل كل شيء من اجل انك تعمل فيديوهات وفي الاخر ما بتلاقي نتيجه. وخاصه المحتوى الفلسطيني، المحتوى الفلسطيني مش لاقي اي تشجيع لا من اليوتيوب اولا ولا من المشاهدين ثانيا، مش مهتمين بالمحتوى الفلسطيني نهائيا. بدون ما اطول اكثر خلينا ندخل في السبب الثاني، والسبب الثاني اللي هو أنا يا جماعة الخير فقدت عملي. أنا كنت أشتغل في كافيتيريا وكنت أشتغل في مكتب للمعاملات. قام الإسرائيليين بنقل المكان كنت أشتغل فيه إلى مكان آخر، ممنوع أن أروح مكان ثاني، ففقدت عملي كاملا. فقدت كمان كل فلوس اللي معي، يعني أنا أصبحت الآن على الحديدة زي ما بيقولوها بالعربي. السبب الثالث، أنا يا جماعة الخير تعبان نفسيا، تعبان جسديا. أنا زلمي عمري 54 سنة، قربت على 55 سنة، فأنا معي مرض وما بقدر اني استمر معكم، ادخل حفلات وادخل على الفيديوهات واعمل فيديوهات، فسني ما بيسمح لي كشباب اليوم. والله يخليكم يا رب اولادكم ويخليكم بصحتكم ان شاء الله رب العالمين، ربنا بيشفي كل مريض يتالم يا رب العالمين. ففي هذه الحاله المرض اللي معي انا يعني مزمن، ما بقدر احكي قدامكم، ما بقدر احكي هذا المرض قدامكم. بعتقد انه في بعض الاصدقاء بيعرفوا هذا المرض، ولكن للعموم انا ما بقدر اقول لكم اياه. الله يشفي كل مريض يتالم. وبندخل على الرابع مباشره، على السبب الرابع مباشره، هو تابع زي يعني بتبع شرط السبب الثالث اللي هو انا ما بقدر، لا اعرف، ما بعرف انام ولا بعرف اكل ولا بعرف اشرب صراحه. انا يعني بحكي لكم وزي ما انتم توقعتوا مني ان انا اكون دائما معاكم في السراء والضراء في كل القنوات. انا كنت دائما معاكم في السراء والضراء، وجدتني كومنتات كثير على المنتدى، ارجع يا استاذ عماد احنا دائما معاك موجودين. ولكن انا بشكركم جزيل الشكر، بشكر كل واحد سال عني سواء في السابق او الان، ولكن أنا صعب إني أستمر بهذا الوضع المزري لليوتيوب ومرضي وشغلي اللي انفقد مني وقلة النوم وقلة الأكل وفقد الشهية
وخامسا أنا يعني عندي عيال وعندي أطفال وعندي أولاد، فلازم أدير بال عليهم، وبكفي لحد هون، بكفي لحد هون إني أنا أستمر إني أعمل فيديوهات، أنزل على الساحة أعمل فيديوهات، أروح أعمل لقاءات. صح أنا بنزل محتوى فلسطيني، صح أنا بنزل هذا المحتوى الفلسطيني، ولكن ليس هناك إقبال على المحتوى الفلسطيني، وذلك بسبب محاربة كل الدنيا لفلسطين. أنا ما بدي أكون لحد، الحكام العرب والحكام الأوروبيين والإسرائيليين، بالظروف المادية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، كل شيء بنمر فيه في فلسطين صعب جدا جدا جدا. في يوتيوبرية فلسطينية بتقدروا أنتوا يعني تشوفوا قنواتهم، ما شاء الله عليهم، بنزلوا محتويات، ولكن الله سبحانه وتعالى موفقهم. السبب الخامس يا جماعة الخير، أنا بصراحة بدي أحكي لكم إياها بالعربي وبدون أي نفاق وبدون أي كذب وبدون أي شيء يخطر في بالكم. أنا زلمي غير محظوظ، أنا رجل غير محظوظ، الحظ معاندني معاندني. ف بدي أستمر في اليوتيوب، أعمل فيديوهات في اليوتيوب، مش راح أزبط. حتى والله لو أجا واحد قال لي اعمل روتين يومي، قلت له أنا روتيني يومي مش مقتنع فيه، ما بقدر أعمل روتين يومي نهائيا، اعمل كذا اعمل كذا، قلت له أنا ما بقدر، لا يمكن إني أنا أتخلى عن فلسطين أو أتخلى عن المحتوى الفلسطيني. حاولت إني أعمل محتوى ديني، وما زلت يعني لحد آخر 4 5 فيديوهات عملت، وبعدها رجعت للمحتوى الفلسطيني، ولكنه فشل فشلا ذريعا. المحتوى الفلسطيني عندنا فاشل، وذلك بسبب اليوتيوب وبسبب المشاهدين. المشاهدين بدهم محتويات، وأعتقد إنه هذا الكلام حكيناه كثير على المنصات مع أصحابنا كثير، ف ما بدي أكثر كثير يعني، ما بدي أحكي كثير في هذا الموضوع ولا المواضيع التانية. وانا سالوا الناس انت زعلان من حدا او في حدا زعلك؟ انا بقول لكم يا جماعه الخير، انا مش زعلان ولا من اي حدا، انا زعلان من حالي، انا زعلان من حالي، زعلان من الظروف اللي انا بمر فيها. ها يعني صارت قدامكم صوره واضحه انه انا مش راح استمر على اليوتيوب نهائيا. ففي هذا المقام وفي هذا الوقت بقول لكم اشكركم، اشكر كل واحد وقف معي، أشكر كل واحد دعمني، أشكر كل واحد سأل عني، كل واحد، وخاصة في البوست اللي كتبته على المنتدى اللي امبارح أو اليوم، سأل عني وقال لي ارجع أستاذ عماد، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. كل واحد بشكر في نفسه بكون كذاب، أنا ما بدي أشكر في نفسي، أنا إنسان زي زيكم، وأنا بظل أخوكم وما بتخلى عنكم. يا أميرة فادية أنا ما ب... أنا أخوك ما بتخلى عنك، سلطانة هيام أنا أخوك، مروة العراقي أنا كمان أخوك، أنا أخوكم كلكم. ماما نصيحة، ماما كريمان، لومي تكرت، لومي رانيا، ست رانيا، ملكة رانيا، أخوي ابن الوطن عماد، أسماء كثير كثير، أخي حكاوي، أسماء كثير 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 يا جماعة الخير. انا ما بقدر انسى حدا، وما حدا يلومني ليش انا نسيت حدا، كل الاسماء محفوظه في قلبي. كلكم بشكركم، بشكركم جزيل الشكر انكم وقفتوا معي وسالتوا عني. كل الناس اللي كتبت على المنتدى اليوم جميعهم، بشكركم جزيل الشكر، سالتوا عني، يخلف عليكم، كتر الله خيركم، اشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين. وان شاء الله رب العالمين انه تستمروا في اليوتيوب، ديروا بالكم على حالكم، وما تخلوا أي حدا يضحك عليكم في بيع أو شراء قنوات. إذا يعني بدكم تبيعوا قناة، أحد بده يبيع قناته مثلا، ما تخلوا أي حدا، ما تثقوا أي في أي حدا إنه يعني تعال اشتري وخذ، بس بدون بصمات وبدون كتابة عقود ولا أي شيء من هذا الموضوع. فأنا بقول لكم يا جماعة بشكركم جزيل الشكر، بتمنى لكم كل الخير من كل قلبي. أخوكم عماد زيد، بودعكم،
كلكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ان شاء الله بشوفكم على خير، وهذا اخر فيديو الي معاكم، بحبكم كثير، واسعد الله صباحكم ومساءكم كل متابعيني. وقفتوا معي زمان، وقفتوا معي اليوم، اشكركم جزيل الشكر. كمان مره بشكر كل القنوات اللي وقفت معي، واللي كانت تدخل معي على البث المباشر وعلى العروض الاولى، واللي بتدعمني باللايكات والمشاهدات والمشتركين. شكرا، شكرا لكم. بس لحد هون وستوب، ما بقدر اكمل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.